جديد او لفيديو جديد ان شاء الله على القناة. شكرا لكاع الناس اللي خلاو لي التعليق الزوينة والتعليق سورتو البناء اللي خلوت لي في اخر فيديو. الوغ اليوم نهار الخميس، ديجا بارطاجيت معكم في ستوري كل يوم ان شاء الله ما خداماش، اليوم غدا. دونك انا في خميسات جيت عند بابا وماما، واليوم غدا اروح ماما ان شاء الله للرباط pour une raison. قلت لكم كوم كوا راني ربحت في ان جيف واي باغ شونس، الجيف واي اللي كان اون كولابوراسيون مع ناريمان و لا كاسا. دونك كان نورمالمون لو جيف واي فيه ان شيك كادو دان مونطون دو 2000 درهم. دونك انا غادا اليوم ان شاء الله باش نغوكوبيغيه، وماما غادا معايا نيت عندها تاهي شي شغل تما، وغايبان لكم السكن هنايا عندي دي كولي اللي غادي ندير لا ليفغازون اليوم ان شاء الله في الرباط. دونك ثلاثة ديال الحوايج غير تقضاو في دقة واحدة ان شاء الله. دونك صافي غادي ندوزو معايا اليوم النهار كامل، غتمشيو باش نشوفو شنو غادي نشري بهذا لو شيك كادو، غادي نبارطاجي معكم كلشي ان شاء الله. دونك صافي هادشي اللي كاين. دونك حنايا في الطريق، ها نتوما معانا، وفين ما مشيت راه غادي نديكم معانا ان شاء الله. دونك جو فودي ا توت الوغ. ما درت لا ليفغيزون مع البنات، حنا وصلنا دابا لاسيما اللي كاينه في حي الرياض، هي فين غادي، هي فين كاينه لا كاسا. دونك حنا ندخلوا لها دابا ان شاء الله. الو حنايا يلاه سالينا من لاكاسا، حنا مازالين في اسيما، غادي نتغداو جلسنا في واحد البوان نتغداو ان شاء الله، تيحطو لنا الغدا ونوريكم شنو خدينا. لو شو سيتي فريمون ديفيسيل في لاكاسا، ولكن المهم انا غيوسي فينالمون نختارو الحويجات اللي عجبونا. غادي نوصل ضروري بغا نوريكم كلشي ان شاء الله. سمحوا لي هذا الفلوج يمكن غادي يجي قصير، ولكن كومون بغيت نديكم معايا تشوفوا الجديد في لاكاسا، نوريكم شنو شريت. صافي هادشي اللي كاين. دونك ساسخا اون جورني في الرباط مع ماما. صافي هادشي اللي كاين. دونك حنا غادي نتغداو ابخي جو بونس غادي نساليو نشربو قهيوه وعاد نشدو الطريق، ولا غنشدو الطريق على حسابي لا عينا. غنديرو ان بتي تور هكا في لي ماكازاني كاين هنايا في اسيما، حيت كيعجبوني صراحه كيجيبو داكشي، غنشرح لكم كيجيبو داكشي اونيك. كاين واحد المكازان ديال الحويشه وغادي نمشي ندوز ليه. صافي هادشي اللي كاين. دونك هانتوما معايا وتلاقاو من هنا دابا شي شويه. دونك جو فودي ا توت الوغ. Et voilà, la diva osla. Donc, on a pris ce cordon bleu, vermicelle aux pommes de terre. Oh maman, on a pris une brochette de poulet, mais on a pris aux pommes de terre. Ça fait. Donc, on a pris ce cordon bleu, on a pris finalement du jeu. Yalla, c'est la diva. انا رجعت معكم، دخلنا للدار، جمعت حويجاتي، مشيت للحمام، ضربتها بواحد التحميمه، مشيت للكوفرات صايبت شعري هكا. المهم ديما كنديرو غير بوكلي شي شويه هكا من التحت، السم ديال البرد فريمون السم. ما جبتش الشابينوار، لابسه غير بنوار ديال ماما. هنا غيبانوا لكم واحد البلاطو، ياسر راني ديجا قلت لكم في الفلوق السابق، قلت لكم باللي ماما كتوجد واحد العرض نهار السبت ان شاء الله. دونك صايبات الكاطو ديالها الراس، ها ديال دوازاتاي، هاد لي بلاطو هما اللي كنا خدينا من عندك اللي في المركب، واحد السيد في المركب كيبيع داكشي ديال الحلوى زوين بزاف. دونك هادشي اللي كاين، غنوريكم لي موديل اللي دارت انا، عجبوني بزاف، غنشاركهم معكم ونطلع للفوق باش نوريكم المشتريات اللي خديت من لاكاسا ان شاء الله. هي دارت جوج بلاطويات بحال بحال، حيت غيكونوا جوج ديال الطوابل عندها، دونك جوج بحال بحال وجوج بحال بحال. نحيد هذا البلاستيك باش ما يعطيكمش الغفلي ويبان لكم مزيان. فوالا هكا سي ميو. الوغ هنايا هادو هما لي فينونسيي اللي كنت قلت لكم عليهم.
كيجيو على هذا الشكل، هي عمراتهم بالكراميل. فوالا هاد الحليوه حتى هي هاد الموديل، ها هما دوك الحجيرات اللي كنت قلت لكم، درت وحيده 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 هنا، وهذا الشكل هذا من تحت منه كاين صابلي. صافي كاين هذا اللي كيجي على هذا الشكل، من اللور فيه شوكولا ومن هنا فيه دونك هكا كيجي مستف البلاطو، وحده هكا وحده هكا. درت هذا الفقاس بريستيج كيقولوا ليه جو بونس، غير في الديكور مبدل زعما، ماشي بحال داك الفقاس البلدي ديالنا، واخا انا تيعجبني داك الفقاس البلدي كيجيني بنين. شكيل مدور وشكيل كاري، وكتستفهم واحد مدور واحد كاري. خلاص هذا بحال هذا باش تكمل 10 في البلاطو، هذا بحال هذاك ولي فينونسي اوسي. دونك هاد البلاطو كامل درت منه جوج، كاين راه شحال هي كتوجد فيهم، ولكن الله يعطيها الصحه فريمون طلع لها هادشي غزال بزاف. انا عجبوني الشكيلات اللي دارت زويونين. وهذا البلاطو الثاني حتى هو دارت منه جوج، جو بونس كيبان لكم بلا ما نحيد ليه البلاستيكه. دونك الشكيل الاول دارت هكا صابلي من التحت، وثلاثه ديال لي بول ديال العقده ديال اللوز من الفوق تيجيو، ودوزت ليه ما عرفتش شنو هذاك اللي كيدوروا من شنو، ما عقلتش شنو سميتو. دوك العقيقات اللي كنت شاركت معكم ها هما فين دارتهم باش زوقت بهم. هنايا هذه كتسمى جو بونس سنسله قالت ليا، وكيزوقوها بالبيستاش مهرمش هكا من الجناب. صافي وهذه خلاص الشكيل ديال اللوز درتها هكا على شكيل وريضه. صافي دونك هادو هما الشكيلات اللي دارت، فريمون زوينين بزاف. انا ما كنتش معاها مالوغوزمون باش نوريكم التشكيله اللي دارت وكيفاش دارت لهذا الشيء. صافي المهم هادشي اللي كاين، جو بونس كو هاد الفلوغ عارفه غادي يجي قصير قصير بزاف، مي لو بوت ديالو كان خاصني نشارك معكم هكا المشتريات ديال لو شيك كادو، باسكو جو سي تري بيان كو سا فا فو انتريسي، سورتو هادشي ديال لا ديكوراسيون. تشوفو نتوما لا كاسا شنو عندهم وبزاف ديال الحوايج. دونك انا غادي نطلع الفوق كما قلت لكم باش نشارك معكم المشتريات اللي خديت، ويلا نمشيو. انا رجعت معكم، جيسبر انكم كان بان لكم مزيان باسكو الظلام بدا كيطيح شي شويه. الوغ غادي نبداو بشنو خديت. اول حاجه خديتها هي هاد القراريطه هادي، باسكو كانت خاصاني. كانت عندي واحد القراده يمكن مني كنت كنقرا في ملي كنت كندير لي زيتود سوبيريور ديالي، كانت حتى هي ديال الخشب صغيوره، ما فريمون صافي توسخات وداكشي، قلت سا طون بيان خديت دونك هادي. غنبقى نقول لكم لي بري باش حيت عارفه انكم بزاف ديال الناس غادي يهتموا بهذا الامر ديال لي بري. دونك هذه كانت كدير 172 درهم، ودابا دايرين لا بروموسيون راكم عارفين في لو نوفيل اون، هذه دونك اون بروموسيون 99 درهم. دونك مزيانه والتقيق لا اون حفره من هنا. صافي و الا بغيتي هكا كتعلقيها ولا كتحطيها هكا فوق البوطاجي، يمكن لك تحطيها هكا تبريزونتي فيها شي حاجه فوق الطبله، ولا بزاف ديال الناس كيديروهم اي حاجه ديال الخشب ودوك الكراريدات، يا اما اوفال يا اما مدورين داكشي، كتحطي فيهم مثلا هكا لي فخوي ولا فروماج ولا المهم افكار ديال التقديم. ثاني حاجه خديت جوج ديال هاد لي بواط هادو ديال الحديد، مديرين على هذا الشكل هذا، يسون نوار ولا اللي يقدرهم افي خشب زوينين حمقوني بزاف. انا قلت هكا ندير فيهم الكاطو ديال الدوازاتاي، نوريكم فين بغيت نحطهم باش تفهموا شنو بغيت ندير، سواء كيكا كوكيز ولا شي حاجه. انا خديت منهم جوج بحال هكا على هذا الشكل هذا، وخديت لماما حيت هي مشات معايا عجبوها، خديت لها حتى هي جوج. هي راه ديجا عمراتهم، وحده دارت فيها السكر، ما عرفتش الاخرى شنو دارت فيها. هذه فيها السكر حيت هي خدات وحده هكا، خدات جوج هكا. هذه دارت فيها حبوب اتاي، المهم جاها زويون حطاتهم في لاكويزين، جاها من هذا الفن. دونك هذه فيها السكر وهذه فيها اتاي، وهذا ما عرفتش شنو دارت فيها. تا هي السكر حيت كيصاوبوا اتاي بزاف. هادي بلا بروموسيون كانت 99 درهم الوحده، وفي لا بروموسيون ولات ب 60 درهم الوحده. وهادي ديال اتاي الا ما فيهاش لو بري، ولكن عقله يمكن شي 35 درهم كنا خديناها. خديت هاد لو مول هذا ديال الحديد حيت فريمون كان خاصني، عندي غير صغيرين، وبحال دابا بغيت ندير حوته كامله في الفران، ولا هذا جو عندي مثلا لعبو بارون ولا ماما وبابا ولا شي حد، ولا هذا ما عنديش ام مول هكا كبير، دونك قلت ناخذو هكا في لو غري، وجاي على هاد الشكل هذا. ونسيت ما جبتش ديال ماما، حتى هي الا بري لو ميم، الا بري لو ميم، سوف كو لا كولور مبدله، هي خدات هنايا اون نوار، انا خديت غري و بلون، هي خداتو هنايا اون نوار. صافي
المهم غيبان لكم الضو شي شويه نقص باسكو كنت دايره الفلاش ودابا باتري فيب دونك تحيد الفلاش سي بلو بوسيبل انني نديرو ما يقبلوا عليا. المهم قلت ماشي مشكل نخطفها لكم. خديت هاد لو موغ هذا ماشي خديت حيت نورمالمون عطاوني دو شيك كل شيك فيه 1000 درهم دونك تيدوزو شيك بار شيك. لو بروميير شيك بحال كانت ناقصاني فيه 20 درهم باش يكمل دونك عطاوني هذا باش يكملوا ديك 1000 درهم صافي هاك زول في لو بلو. انا وليكم شفت هادي هذا هو لو كود كور فريمون لو كود كور. و تكون شي غير هاد لو مو هذا كانوا بانوا لي انهم فريمون حمقوني باسكو لو ستيل اللي كيسطيني وكيحمقني سي ان ستيل اوريونتال فيهم وداكشي. الو خديت هاد لو ديفيوزور المهم كيجي هكا نوريكم لو باكاجين ديالو كيجي فهاد لا بواط ديال بحال هكا وكيديروا لك هكا vraiment غزال حمقني. الوغ هذا سي ان ديفوزور هو هاد القرعه كتجي على هاد الشكل. دونك انا خديت هاد لو موتيف باسكو لو صالون اللي عندي راكم ديجا شفتو في لو بيج وقلت لكم غادي ندخل فيه اون توش ديال لو نوار. دونك خديت هذا اورينتال هادي سي الغطاطيه ديالو ديال الزاج هادي سي لا فلور ابسورباتيف اللي كيعطيوك معاه بحال هكا كتجي. و كاينين لي ليكيد لي كديري فيهم دونك يا تيلمون دو شوا لي بارفان سون اكستراوردينار عرفتي فريمون حرت داكشي رائع بزاف. فينالمون جي بخي هادي لي شي شويه سيترونيه زوينه واحد الريحه لي هادئه بزاف. دونك راكم عارفين كاينين هادوك ديال لويدات و هادو ديال لا فلور فريمون حمقوني زوينين بزاف سطاوني انا بزاف. دونك هذا لو ليكيد كديرهم في وسطهم وكتخشي فيها الوريضه وكتبقى لو ليكيد طالع وهاد الوريضه فريمون كتفتح. انا غادي نوريكم لو موديل باسكو ماما ديجا دارتها كتفتح فريمون واحد الريحه ما يمكنش اللي دخل عندكم غيحماق عليها باسكو انا حمقاتني بزاف. الوغ انا خديت لراسي هذا وماما خدات هاد لو موتيف شتو الوريضه ديالها دابا كيفاش تفتحات باسكو دابا راه عامره فيها لو ليكيد كتفتح ومازال غادي تزيد تفتح. دونك هي خدات هاد لو موديل باسكو بغات ديرو في لو صالون ولو صالون عندها طليمطات ديال الخريب فهاد الدوغي والبيج ولي روج. المهم جا زوين ومن دابا نوريكم الطليمطات اللي عندها دونك كتجي على هاد الشكل هذا ديال ماما. وخدات لا ميم لو ميم بارفان ديالي وهذا سي لو كادو ديال حماتي حتى هي قلت ناخذها ان بيتي تروك هكا واخا ماشي شي حاجه ولكن كومين لو جيست. دونك بلا ما نحلو معكم هي حتى هي خديت لها بحال هذا مي خديت لها واحد لو بارفان فيه واعر بزاف بقى واحد بحال سي اوريونتال داك الناس اللي كيبغيو العنبر البخور وداكشي هي عزيز عليها داكشي ديال العود وغزال ولكن ماشي العود واحد ما كنعرفش كيفاش نشرح لكم مي سي ان بارفان اورينتال هادشي اللي نقدر نقول لكم. المهم هو في لو روج صاريت لها على حساب لي كولور اللي عندها في لو صالون ديالها فريمون جو فو لو ريكوموند. هادو سطاوني سو سون لي كود كور ديال هاد لي زاشا كاملين فريمون غير دخلت باسكو غير في الدخله كيبانوا لكم مستفين كاين الاشكال والانواع. دونك هذا يمكن سي لو فورما مويان كاين الكبير كاع كاين الصغير. دونك انا قلت هادي سي سوفيزونت بوغ ان صالون وكتجي هكا حليل واتا في المنيضر ديالها صافي. الوغ بوغ لو بري هادي بالوريضه دايره 280 لا 180 واش 200 ولا 180 ماني معرف لا 180 بلوتو و لو بارفان داير 125 شوفوا لومبالاج كادو كيفاش عندهم لو سيرفيس بعدا توب دو توب فريمون طول موندي لي سوريان كتضحكي معاهم يعني يلاه كتبغي تحلي فمك على شي حاجه كتلقاي لاسيستونت ولا لاسيستون جاي حداك تيعاونك. اول حاجه انا كتاتيريني فشي ماغازان سي لو سيرفيس الا ما كانش لو سيرفيس زوين فريمون كنخرج مي فريمون لو سيرفيس عندهم غزال بزاف راه ماشي كنشكرهم بو ريان زعما هادشي سو سون دي زاشو و سي ان شي كادو اللي ربحتو زعما كنت نقدر نوريكم كوم ما نقدرش نوريكم مي كيعجبني فاش كتكون شي حاجه زوينه جو لو دي وفاش كتكون شي حاجه خايبه حتى هي جو لو دي. دونك ميرسي ا توت ليكيب ديال لا كاسا صافي. واخر حاجه خديت اوبا خديت هاد لو شاريو هذا فوالا داير على هاد الشكل هذا عنده رويدات راه غادي تكونوا ديجا الا دخلتوا لا باج انستغرام ديالهم غادي يبان لكم. هذا غادي نحطو في لو بيتي صالون كيما قلت لكم وهادو
هادو اولا نديرهم هنايا من تحت دونك بلا المهم تخيلوهم وهنا غادي ندير ان كوان كافي ولا مهم حيت راكم عارفين ديك القبيلات ديال لي سيجور كيكون شي شويه صغيورين انا قلت هذا نبقى نحط فيه مثلا اتاي والكويسات ديالو ونجرو حدايا نبقى نكوب ولا القهوه ولا شي حاجه سيتي تو بوغ لي زاشا دونك كانوا هادو هما المشتريات ديالي جيسبر انكم الوغ هذا بوغ لو بري سيتي 650 درهم وخا جاني شي شويه هويلي سيتي جوست بوغ لو شيك كادو بصراحه كون كان كيتباع بوحدو ما غاديش ناخذو il y avait tellement de choix mais avec ces tellement donc surtout avec ces les assiettes donc les séries donc les sets de les tables les tasses il y a beaucoup de choix bzaf ديال الحوايج لي زوينين mais انا vraiment quel le budget ديالي ماشي محصور mais je voulais prendre شي حاجة اللي غادي نستعملها فهمتوني شنو بغيت نقول دونك ما بغيتش ناخذ شي حاجة غير باش نتسمى خديت وصافي دونك خديت vraiment داكشي اللي غادي يعجبني انا جيسبر ان المستريس ديالي يكون عجبوكم وخديت شي شويه هكا فكره على الاثمنه ولا الافكار ديال لا ديكوراسيون اللي عندهم جيسبر ان الفلوغ اوسي يكون نال الاعجاب ديالكم وترقبوا الفلوغ الجاي ان شاء الله اللي غادي تكون العرضه عند ماما غادي نفلوغي لكم ان شاء الله دو ا زد كلشي دونك جو فوز امبراس والناس اللي مازال ما تابوناوش ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك ولي بوس بلو كالعاده Je vous embrasse. Bricoum bzaf, on t'laqaou, men hna, le blog jay, inshallah. Ciao, ciao.